لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد. العمل الدعوي اصطفاء واجتباء. تأمل حال الناس وخصوصا الشباب، منهم من يعمل بلا كلام ومنهم من ينام بلا كلام، فمن أيهما أنت؟ فأنت مع العمل الدعوي إما موفق له وإما مخذول، وهناك أناس لا يجدون إلا الكلام ولا يجدون إلا التعليق على المواقف فقط، وهذه صفة كانت مذمومة قديما. وأنا أتعمد، أريد الآن، أريد منك أن تخاف. لماذا؟ في غزوة تبوك، في غزوة تبوك، وعثمان أنفق مال لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. وآخر من الصحابة تصدق بصاع لا يجد غيره. انظر إلى أهل النفاق ماذا قالوا؟ قالوا: ما أنفق عثمان إلا رياء. طب والذي تصدق بصاع؟ قالوا: إن الله غني عن صدقتك. طب والسؤال الآن، هم ماذا فعلوا؟ لم يفعلوا شيء إلا الكلام. لذا أقول لك: العمل الدعوي اصطفاء واجتباء. الله عز وجل يصطفيك أن تحمل هم الدعوة ويختارك. فاسأل نفسك: هل أنت عامل أم أنك كاسد بلا عمل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل لدينه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.